السلام عليكم. اغلب الناس كيختصروا قصه ابن بطوطه واحد الرجل سافر من طنجه طاف العالم القديم، فكان قاضي في الهند وفي جزر المالديف، كان سفير في الصين، فملي رجع للمغرب عاود حكايته ونشرها في كتاب. هذا الملخص بشويه زياده او النقصان هو اللي غادي نجبروه عند الاغلبيه اذا سولناهم على ابن بطوطه، وهي معلومات كتقال غالبا على سبيل الفخر، بحال معلومات ان جوجل احتفلت بذكرى ولادته، او ان مجله تايم خصت له عدد في عام 2011، او ان فوهه جبل في القمر كتحمل اسمه. لكن واش هذا الشيء هو اللي كيعبر فعلا على التجربه بالحجم ديال قصه ابن بطوطه؟ واش هذا الشيء كيجاوب على اسئله تقدر حتى انت تكون طرحتيها، بحال علاش سافر وباش كان كيصرف وكيفاش كان كيتفاهم مع شعوب هو ما كيعرفش حتى لوقتها؟ ثم علاش من اللي رجع ما تيقوهش المغاربه ديال ديك الوقت وكذبوه بحال اللي كيقول ابن خلدون في مقدمته؟ قبل ما تجاوبني خليني نصعبها لك شويه ونعاود لك حكايه عاودها ابن بطوطه في كتابه تحفه نظار في غرائب الامصار ملي كان في الهند. التاريخ يقدر في 1 غشت عام 1341 ميلادية، 17 صفر 742 هجرية، كيعاود الرحالة المغربي ابن بطوطة لابن جوزي أن سلطان ديله المسلم أبو المجاهد محمد صيفطو للصين كسفير ليه، لكن القافلة ديالو ملي خرجت من ديله ومشات شرقا وصلت لمدينة اسمها كول، حاليا اسمها أليكار. تما في ديك المدينة سمعوا أن الكفار الهنود كيحاصروا بلدة قريبة منهم اسمها جلالي، اللي بقى ليومنا هذا بنفس الاسم. مشاو الرجال معهم ابن بطوطة باش يقدموا المساعدة للمسلمين، وتما في كمين في نواحي القرية هجمهم الأعداء، فتفرق على ابن بطوطة صحابه وحوصر بوحده ضد 40 هندي، فاضطر أنه يستسلم ويتجن، ورغم أنه من بعد قدر يهرب منهم إلا أنه كان غريب وما كانش عارف فين يمشي. ضاع الأيام في ديك البلاد الغريبة حتى طاح مرة أخرى في مجموعة ثانية ديال الهنود، وهاد المرة واحد منهم من اللي عرفوه مسلم كان صافي على سيفه باش يقتلو، لكنه فجأة غير رأيه وخلاه ومشى. هذا ماشي الجزء الغريب، حيت مور هاد الحادثة غادي يعاود ابن بطوطة أنه بعد أيام الضياع ملي كان على شفا الموت جبر راسو قدام شخص أسود اللون كيشوف فيه وكيقولو السلام عليكم، هضر معه بالفارسية وقالو أنه اسمه القلب الفارح، عطاه ياكل عطاه يشرب هزو فوق كتافو ومشى به لأميال فوق ابن بطوطة كان صافي فقد الوعي. فلما فاق جبر ابن بطوطة راسو بوحدو وقد وصل القرية ديال المسلمين، لكنه لم يجد اثار لديك الرجل. ابن بطوطة كيقول ان اسم ديك الرجل القلب الفارح كان معناه بالفارسية ديلشاد، وهو نفس الاسم اللي كان قالو رجل صالح كان زاره هو في مصر شحال هذه 16 سنة انه غادي يتلاقاه. وفعلا اذا رجعنا بالزمن الوراء فابن بطوطة غادي يعاود في بداية كتابه لابن جوزي انه في بداية حيلته عام 1325 ميلادي الموافق لعام 726 هجرية، ملي كان وصل الاسكندرية قرر انه يمشي يزور الولي الصالح أبو عبد الله المرشدي في مدينة محلة، فملي شافوا الولي هذا خبروا بكل ما سيقع له في المستقبل بالحرف، وقالوا أن ديلشاد الهندي هو الذي سينقذه. قبل ما تتعجب هذه ماشي هي القصة الغريبة الوحيدة صعبة التصديق عند ابن بطوطة، الغرائبية في كتابه هي السائدة كيف ما غادي تقول لنا أسماء أبو بكر محمد في كتابها ابن بطوطة الرجل والرحلة. ابن بطوطة غادي يعود على حشرة جراد كتهضر مع الناس، وغادي يعود أيضا على نسا عندهم ثدي واحد، وعلى رجل عنده 200 سنة شافوه في الصين كيختفي وكيرجع في جسد شخص آخر، وعلى زاهد في الإسكندرية غادي يخبروا أنه في المستقبل غادي يتلقى بثلاثة من خوتو في الهند والسند والصين، وهو فعلا ما سيقع. عليها غادي يكذبوه معاصريه من بنو خلدون حتى بنو الخطيب. بسبب مثل هذه القصص وبسبب حتى قصص أخرى أقل غرائبية لكن المغاربة ما كانوا شافوها، بحال ملي غادي يعاود ابن بطوطة على الكركدن أو واحد القرن، وغادي يشكوا فيه المستشرقين اللي غادي يجوا من بعد، وغادي يحتقروه حتى بعض المنتمين لبعض الفرق الإسلامية، حيث هو غادي يشوف ابن تيمية مثلا في الشام وغادي يقول عليه أنه كان حمق. فهل كذب ابن بطوطة في كل روايته؟ اللي جاي كامل هو جواب ديال هذا السؤال، فأجي نعاودوا القصة ديال ابن بطوطة من الأول. شمير عزيز قبل من كل شيء هذا إشهار ديال شركة كورسيرا. كورسيرا هي موقع وتطبيق ديال دورات ودروس كتاخذ عليها إذا ساليتيها ونجحتي فيها شهادة مع عند شركات عالمية كبيرة ومن جامعات معروفة، فيها تقدر تتعلم اللي بغيتي وتطور معرفتك في المجال اللي كيعجبك.
تقدر تقرا اونلاين وفي الوقت وبالريتم اللي بغيتي، من البيسي من التليفون او من التابلت، وتقدر تقرا على اي شهاده بغيتي، شهاده جوجل داتا اناليتيك او شهاده اناليز دو دوني مايكروسوفت باور بي او شهاده جوجل سيبر سيكوريتي سيرتيفيكا بروفيسيونيل او حتى شهاده ديفلوبر فرونت اند ديال شركه ميتا. وهذه كلها شويه بزاف الشهادات اللي كاينه في كورسيرا، كلها معترف بها في سوق العمل ومختومه من عند شركات ضخمه بحال جوجل ميتا فيسبوك ومايكروسوفت وغيرها. تقدر بها تحسن وضعك في الخدمه ديالك او تلقى بها حتى خدمه جديده. اذا بغيتي غادي تلقى الرابط كاين تحت هذا الفيديو، غادي يعطيك حق في 7 ايام مجانيه تجرب فيها كورسيرا كيف ما بغيتي، ما غادي تخسر والو، وقرا اي كورس بغيتي مجانا، واذا عجبك ديك الساعه عاد اختار اولا الاشتراك اللي كيناسبك. نكملوا دابا قصتنا. في زمن الدوله المارينيه وفي عهد السلطان ابو سعيد عثمان، وبالضبط في نهار الخميس يوم 5 يونيو عام 1326، بقي عامين وتكمل 700 سنه ميلاديه الموافق لجوج رجب سنه 725 هجريه، خرج من مدينه طنجه شاب في عمره 22 سنه اسمه محمد، لكن حنا كنعرفوه باسم ابن بطوطه. بطوطه هو تحيف على الاغلب بحال اللي كيقول لنا السي عبد الهادي التازي في مقدمه تحقيق الكتاب تحفه النضال الاسم فاطمه، بحال ملي كنرجعوه في الطومة فاطنة أو في الطوش. بعض القبائل في المغرب كانت كتنسب الابن لإماه ماشي لباه، كيعملوها دابا في الأحياء الشعبية فكتسمع مثلا ولد عيشة، هذا تقليد قديم عندنا. مثلا أمير المرابطي إبراهيم بن تعيش عند قبيلة المتونة كان ينسب لإماه عيشة رغم أنه ولد أمير المسلمين يوسف بن تشفين. ابن بطوطة لسبب ماشي واضح كان باغي يخرج من طنجة ويقوم برحلة يمشي فيها كما كيقول في الكتاب ديالو للحج، ويزور فيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه واخا قال هكذاك، الباحثين لاحظوا أنه خرج بوحده وما استناش ركب الحاج المغربي اللي كان الوسيلة الآمنة للسفر في ذلك الوقت، حيث كيف ما كيقولنا الباحث أحمد عمالك في مادة ركب الحاج المغربي في موسوعة معلمات المغرب، المغاربة كانت عادتهم أنهم كيسافروا في ركب الحاج مجموعين، وذلك منذ عهد الشيخ أبو محمد صالح المجري دفين أسفي اللي كانت عنده طريقة مشهورة كتحض الناس على الحج للتخلص من ذنوبهم. عليها السفر في نهاية عهد الموحدين وبداية عهد المرينيين كان كيتم تحت حراسة جند السلطان اللي كانوا كيحرصوا الموكب في الطريق، زعما باش قطع الطرق ما يقدروش يسرقوهم أو يقتلوهم. ابن بطوطة ما مشاش معهم، خرج بوحدو، وملي خرج من طنجة ماشي نحو الشرق ما كانش عارف أن السلطان المريني حتى هو كان كيستعد للتوسع عسكريا في الشرق. العلاقة بين المارينيين والزيانيين من الشرق كانت غالبا متوترة، المارينيين كانوا دابو ساعة كيمشيو يصرخوا الزيانيين ويرجعوا، والزيانيين كانوا في الوسط، مرة حرب مع المارينيين الغار ديالهم، ومرة في حرب مع الحفصيين أحفاد رجل الموحدين القوي فاسكا أبو حفص عمر الهنتاتي اللي كانوا استقلوا بتونس بعد ضعف الموحدين. في وسط هالتوترات السياسية ابن بطوطة غادي يدخل لأول مدينة برا حدود بلاده لتلمسان، لكن ملي غادي يكون رجع للمغرب بعد سنوات غادي يلقى الحدود تغيرت، والسلطان الماريني ابو الحسن كيحارب تونس في معركه يائسه كانت خلتها ملعبه الكفيف الزرعوني. وهو في تلمسان سمع ابن بطوطه بانه كاين في المدينه جوج رسول ديال السلطان الحفصي ابو يحيى، جابوا رساله لسلطان الزيانيين ابو تشفين بن يغماسن اللي غادي يقتلوا المارينيين من بعد وراجعين فحالهم. بعد 3 ايام ليه في المدينه قرر ابن بطوطه انه يتبعهم، خرج من تلمسان حتى هو ولحق عليهم على امل انه يمشي في صحبتهم للشرق. علاش هما بالضبط ما كيقولناش، لكن المستشرق الروسي كاراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الادب الجغرافي العربي عنده راي كيقول ان ابن بطوطه واخا كان شخص عادي ما عنده حتى موهبه وكيصدق كل الروايات الغريبه، الا انه ملي كان كيقرر يتقدم فحيث هو كان كيستهدف الرحله لذاتها، وحيث كانت عنده رغبه لا تقاوم باش يتعرف على الاقطار والشعوب اللي ما كيعرفهاش. التحاقه بالسفراء، وهذا رايي انا، غالبا كان خيار امني، حيث اذا كان كمل بوحده غادي يكون عاجلا او اجلا هدف ديال قطاع الطرق اللي كانوا منتشرين بكثره في تلك الايام، ويمكن ايضا لسبب معيشي حيث حتى لديك اللحظه
بن بطوطة كان على باب الله، عنده كيف ما كيعاود دابة وحوايج كتدل على انه ما كانش فقير معدم، لكنه في نفس الوقت وكيف ما غادي يبان ما كانش عنده فلوس بزاف يمول منهم رحلته على المدى الطويل. الدكتور شاكر خصبك الله نكون نطقتها صحيحة في كتابه ابن بطوطة ورحلته غادي قلنا انه من غير فترة قصيرة دوزها ابن بطوطة كقاضي في تونس وفي الهند وفي المالديف، ابن بطوطة ما كانش عنده خدمة وما كانش كيمارس حتى تجارة في طريقه باش يربح منها فلوس. العطايا ديال الأمراء والسلاطين هي اللي غادي تشكل النسبة الساحقة ديال المداخل اللي غادي يصرف منها على راسو طيلة يسبحلتو. في مدينة مليانة من اللي ابن بطوطة الحق السفراء باش يكمل معاهم زعما شرقا، عوض ما تحسن ظروفه بدات له المشاكل. في الطريق شاف المرض وشاف الموت، واحد من السفراء الحفصيين مرض ومات، رجع رفقاؤه به المليانة باش يدفنوه، بينما ابن بطوطة سبقهم وما بغاش يمشي معهم وسنهم في جزائر المدينة اللي كانت في ديك الوقت تبقى مدينة صغيرة معروفة بجزائر نيمة صغنة. هكذا تذكرت قرون من بعد إذا عقلتي في رسالة المولى إسماعيل. لما لحقوا على ابن بطوطة أصحابه كملوا جميعا لمدينة بجاية اللي كانت في ديك الساعة تحت حكم الحفصيين. في كتابه ابن بطوطة ورحلاته الدكتور حسين مؤنس كيلاحظ أن وصف ابن بطوطة لهذه المناطق من تلمسان حتى لتونس كان وصف سطحي وقصير، عكس وصف رحالة مغربي آخر اسمه العبداري اللي داز من نفس المدن تقريبا وسبق ابن بطوطة غير بحوالي 30 سنة. العبداري ذكر معالم المدن اللي زارها وحالتها وعاود على العلماء اللي تلقاهم وهجم مدينة مليانة وناسها، وملي كان في بجاية ذكر بنائها وأعجب بالجامع ديالها، بينما ابن بطوطة اهتم في بجاية غير بالفلوس ديال واحد كان معاهم ومات، وذكر المدينة غير حيت فيها هو بدوره انتقدت له الحمى اللي كانت شديدة عليه. وهو خرج من بجاية أحس ابن بطوطة بالنهاية قربت، لدرجة أنه فضل يكمل الطريق هكذاك غير باش إذا مات يموت شهيد في الطريق ديال الحج. رغم المرض كان عليه يمشي مع الركب ديالو بالزربة خوفا من غارات قطاع الطرق، وفي الطريق من قسنطينة إلى بونا عنابة ديال دابا رجعت له الحمى، لدرجة أنه غادي يبقى مستكر لسنوات طويلة أنه كان كيشد راسو بثوب العمامة ديالو السرج غير باش ما يطيحش، حيت اللي معاه في الركب ما كانوش قادرين يوقفوا له اذا طاح خوفا من هجمات القبائل العربيه البدويه اللي كانت تعيث فسادا في المنطقه في ديك الساعه. قوا على هذا الحال حتى وصلوا لتونس المدينه اللي خرج اهلها باش يرحبوا ويحتفلوا برجوع رسول السلطان. ابن بطوطه غادي يعاود لابن جوزي انه بكى ديك النهار حيت احس بالغربه، ديك الحشود تجمعت على رفقائه في الرحله كيسلموا عليهم بينما هو الغريب ما سلم عليه حد. قاب ابن بطوطة في تونس لأيام كان باغي يكمل فيها الطريق شرقا مع راكب الحجاج التوانسة، ديك الساعة عين السلطان الحفصي شيخ لراكب الحجاج، فتعين ابن بطوطة كقاضي على نفس الركب اللي كان عامر بالحجاج المصامدة، واش حيت كان ابن بطوطة كيفهم لغتهم الأمازيغية ما عارفينش. اللي مأكدين منه هو أن ابن بطوطة رجع قاضي هو يلاه عنده 22 سنة، وهذا الحدث انت غادي تشوف هو محوري في هذه القصة، حيت ابن بطوطة ما غاديش ينسى انه يفكر كل واحد تلقاه به، وحيت كيف ما كيقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه في ديك العصر الناس كانوا كينقسموا الاصناف ومراتب، ومرتبة القاضي ديك الوقت غادي تخلي ابن بطوطة الحق انه ينزل في المستقبل كضيف معزز مكرم على اي قاضي في حاله كل مدينة غادي يزورها. خلينا ابن بطوطة في الفقرة السابقة خرج من تونس وهو معين كقاضي ديال ركب الحجاج التوانسة. في طريقهم نحو مصر الحجاج وابن بطوطة كانوا عبروا من مدينة سوسة وصفاقس وقابس ثم طرابلس. هذه المسافة ابن بطوطة كان تزوج جوج المرات، وهذا العدد كيف ما كيقول الدكتور حسين مؤنس لا يقارن بما سيحدث معه لاحقا ملي غادي يغرق في شهوة النساء والجواري بعد دخول الأسير الصغرى. ابن بطوطة تزوج أولا مدينة صفاقس، لكنه دغيا دابس مع باها ديال المرأة في طرابلس فطلقها، وعاود تزوج مرة ثانية من بنت مفاس، وعمل الحجاج وليمة كبيرة بهذه المناسبة قريب من مدينة سرت الحالية، غالبا غير باش يعصب طريقته باها اللي كانوا معاه في الركب. ورا هذه المعلومة ابن بطوطة غادي يقولنا أنهم وصلوا الإسكندرية، وغادي يخليه وصف طويل لها، لكن أي واحد قرأ هذه الفقرة غادي يلاحظ فورا تغير واضح أسلوب الكتابة، والسبب لهذا الشيء هو معقد شوية. يقولنا السي عبد الهادي التازي في مقدمة تحقيق الكتاب تحفة النضار أنه كاين أربعة ديال الناس عندهم دور محوري تدوين رحلة ابن بطوطة، والغريب هو أنه بأربعتهم ما كملوش وراء إصدار الكتاب بزاف واختفوا. الأول هو السلطان الماريني أبو عينان اللي بعد ما أمر بتدوين الرحلة قتل في أوائل عام 1358 ميلادية، والثاني هو الوزير ديالو بن ودرار اللي دافع على ابن بطوطة ضد اللي كذبوه واللي نصح بن خلدون بتصديقه بعد ما شكك فيه الناس كيف ما كيعاود ابن خلدون بنفسه
في كتابه العبار. هذا الوزير قتل حتى هو في عيد الأضحى في نوفمبر عام 1357. الثالث هو ابن جوزي كاتب الرحلة، واللي كاين اختلاف كبير بين المؤرخين حتى لدابا على حجم تدخله في كتابتها، وأنا نقول لك علاش. المعروف المتفق عليه هو أن ابن بطوطة من اللي رجع للمغرب نهائيا في عام 754 هجرية 1353 ميلادية ما كتبش مباشرة وراها كتابه تحفة النضار. ابن بطوطة من اللي دخل الفاس بدا كيعاود حكاياته الغريبة للناس حتى انتشرت وبلغت للسلطان ديال ديك الساعة أبو عناد، فهو في عام 1356 757 هجرية أمر كاتب ابن جوزي أنه يدون هذه الحكايات. عقل معايا، ابن بطوطة عاود الحكايات، وإذا صدقنا المستشرق جيب فهو عودها بلغة شبه عامية، وابن جوزي هو اللي عاود صياغتها وزاد عليها من عنده أحيانا بطريقة باينة نقدروا نشوفوها في الكتاب، حيت هو كيسبقها بقال ابن جوزي، وفي أحيان أخرى بطرق غريبة بحال من اللي خلى ابن بطوطة يعود على مصر والشام والحجاز بجمل منقولة حرفيا من كتب رحالة مغاربة سبقوه. يول غادي يشوف أن هذه الأخطاء دليل على كذب ابن بطوطة، بينما كاراتشكوفسكي غادي يقول أن ابن بطوطة كان رجل قريب من المعتقدات الشعبية وأنه كان ولد عصر المهتم بالأولياء والدراويش وكرامتهم، فبغى يعاود غير فحال هذا الشيء الغريب وغير أحداث معينة كمقتطفات طريفة قاع عقل عليها من رحلته، بحال ملي كتمشي نتا مثلا في شي رحلة وكتبقى عقلك على الحاجات المهمة وكتنسى الباقي. إلحاح ابن جوزي عليه حسب نفس الباحث لربط أجزاء القصة ببعضها البعض هو اللي خلاه يكمل النص بنصوص مأخوذة من كتب رحلات أخرى، لكن هذا الرأي يواجه بحقيقة أن ابن بطوطة عاش بزاف بعد كتابة رحلته، لكن قادر نظريا أنه لو بغى يصححها، بينما ابن جوزي من اللي انتهى من كتابة الرحلة في صفر 757 هجرية 1356 ميلادية، بعدها غيب أشهر توفى وهو عنده 36 سنة في شوال 757 هجرية. الشخصية الرابعة اللي عندها دور هي ابن بطوطة نفسه، بعد كتابة الرحلة اختفى من التاريخ، وإذا الثلاثة الآخرين اختفوا بسبب موتهم ابن بطوطة اختفى أثره وهو بقي حي، ولم يظهر من بعد إلا في رسالة ديال ابن الخطيب ليه كيبان فيها أن ابن بطوطة رجع قاضي في منطقة تمسنا المغربية، وأيضا ظهر في ترجمة تذكر وفاته ديال ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة. من غيرها ومن غير ديك الشيء اللي عاودنا ابن بطوطة على راسه في رحلته، حنا ما كنعرفوش بزاف على شخصيته، شكون هو باه، فين تدفن، هل قبره اللي بداو الناس كيزوروه في طنجة في عهد السلطان الحسن الأول ترقد فيه جثة شخص آخر كيف ما كيأكد عبد الله قنون في مشاهير المغرب. المعاصرين لابن بطوطة فحال ابن الخطيب وابن خلدون ترجمتهم ليه كانت قصيرة ومبهمة، وفي أغلب الأحيان تخلت على أنها تنقيس منه أكثر من أنها تعريف ليه. ابن الخطيب من اللي كتب عليه قال أنه له مشاركة يسيرة في العلوم قليلة زعمة، ابن خلدون قال أن الناس تناجوا بتكذيبه، وحتى ابن جوزي اللي هو كاتب الرحلة ما بغاش يتحمل المسؤولية وقال أنه ما تحققش من صدق المعلومات اللي عاود له ابن بطوطة. دابا بعد هاد الشرح كنظن أنك غادي تقدر تفهمني إذا قلت لك أن جزء كبير من وصف ابن بطوطة لمصر هو مأخوذ حرفيا من عند العبداري اللي سبقوا كيف ما قلنا بحوالي 30 سنة لمصر. هل هذا كيعني أن ابن بطوطة كان كيكذب وما زارش مصر؟ هذا أمر مستبعد، حيت بجانب الاقتباسات المأخوذة بالتأكيد من عند العبداري، ابن بطوطة كيعود على ناس حقيقيين التقاهم في الإسكندرية وعلى أولياء مشى زارهم بنفسه، حيت هو كان كيصدق بكرامتهم، بحال الزاهد برهان الدين الأعرج اللي أخبره بما سيقع له في المستقبل، والقاضي عماد الدين اللي كانت عنده أمامة ضخمة تملأ المحراب كيفما قال ابن بطوطة. الدكتور حسين مؤنس كيقول أن عادة رجال الدين في ديك الساعة كانت أنهم يسميوا راسهم أي حاجة ويزيدوا لها الدين، حال هذا الفقيه عماد الدين وبرهان الدين، وابن بطوطة حتى هو بنفسه سمى راسه شمس الدين. وبينما هو في الإسكندرية غادي يقول لابن جوزي أنه سمع بشيخ صالح عابد منفق من الكون اسمه أبو عبد الله المرشدي أنه مشى زاره. حتى لهنا كيتسالى هذا الجزء، غادي نوقفوا هنا ونكملوا في الجزء الثاني طبعا، لكن باش نعرف أنك حتى أنت باغيه ضغط معك على جيم وصيفط هذا الفيديو للناس اللي كتعرف. ما خسر والو، يبدو ان هذا الشيء ديال الجيم والبارطاج كيفيد الفيديو باش ينتشر. في الجزء الثاني ابن بطوطة غادي نشوفوه كيقابل الناس كيظن انهم عندهم كرامات خارقه، غادي نشوفوه في اسيا الصغرى وفي الهند والصين هو كيرجع فاحش الثراء، وغادي نشوفوه هو كيخطط الانقلاب السياسي في المالديف، هذا الشيء اللي كاين دابا. ولكن قل لي طبعا انت شنو بالك؟